احنا بنحكي الحمد لله رب العالمين على كل شيء، و من واجبنا، احنا واجبنا انه نقدم نفسنا واولادنا. الحمد لله مزبوط ان الواحد بنحر يعني وبحس بألم وحرقة. يعني انا فقد انا اليوم وكل يوم وكل لحظة بفتقد ابني، ولا مرة بنسى ابني. زي ما بيحكوا انه احنا اولادنا بنحكي وبنزغرت، لا احنا بنزغرت مزبوط، لانه ابننا ان شاء الله رايح على الجنة، وان شاء الله بتزوج بالحور العين، والله ان شاء الله بيسكنه في الفردوس الاعلى. مش بنحب شي اولاد، لا بنحب اولادنا، بس كمان بنحب وطننا، وبنحكي ان شاء الله لله، ومنضل صامدين ان شاء الله. واحنا بنقول لكل النساء يتعلموا بس من صمود النساء الفلسطينيات على مثابرتهم، على صمودهم اللي بتودع ابنها الشهيد بزغاريد وبتستقبل اسيرها بالزغاريد.